في يوم حافل بالتصريحات بذلت الحكومتين التركية والسورية الاتهامات بعد تفجير ريحانية. الحكومة التركية كانت قد اعتقلت 9 أشخاص مشتبه بهم في التفجيرين، في الوقت الذي صرح فيه مسؤولون أتراك بأن المشتبه به الوحيد في التفجيرين هو المخابرات السورية. وزير الداخلية التركي معمر جولر يقول: أقول وبوضوح إن الهجمات نفذت من قبل مجموعة عرفت أنشطتها بأنها على صلة مباشرة مع المخابرات السورية. وزير الإعلام السوري عمران الزعبي طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالتنحي كقاتل وسفاح وفقا لوصفه، وقال: ونحن نقول كل ما حدث في سوريا تتحمل مسؤوليته الحكومة التركية وآخرون طبعا، وما حدث أمس تحمل مسؤولية الحكومة التركية، وعلى رجب طيب أردوغان أنا أطالبه بأن يتنحى كقاتل وكسفاح. يشار إلى أن تفجير الريحانية هو أكثر الهجمات دموية في تركيا منذ سنوات عدة، وخصوصا منذ بدء النزاع في سوريا.